صباح الخير، اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من برنامج تفضلوا. عندنا كل سنه طيبين وعيد شم النسيم سعيد يا رب على كل المصريين. طبعا ده عيد بنحتفل بيه من زمان جدا جدا، من ايام القدماء المصريين لما احتفلوا بيه، ومن الاعياد العزيزه جدا جدا على قلبنا. بناكل فيه كده وصفات مختلفه وبنستناها من السنه للسنه، سواء فسيخ او رنجه او انشوجه او سردين او اي نوع من انواع الاسماك. وحتى لو الناس اللي ما بتاكلش فسيخ ورنجه بيحبوا ان احنا نعمل بيض ملون، يعني هنا في بيض بالشوكولاته البيضة، هنا في كمان عامله كوكيز، عاملين كوكيز كده على شكل ارنوب والفواكه وكمان البيض. هنعمل النهارده سلطه الجندوفلي لطيفه جدا. امبارح كمان كنا عاملين وصفات حلوه قوي للرنجه والفسيخ، وجديده ومختلفه. كلنا عارفين ان الفسيخ والرنجه ممكن نقدمه بزيت وليمون، بس المختلف ان احنا نعمله بطرق جديده وحلوه ومغذيه. يعني كتير يقول لك الفسيخ ضار جدا بالصحه، لا، احنا لو اكلناه بطريقه صح هيبقى مفيد. الفسيخ فيه بروتين عالي، نسبة الأملاح فيه كبيرة شوية، فإحنا بنعادل ده إن إحنا ناكل بصل عشان يبقى فيه سكر، نشرب ليمون عشان يبقى حاجة مطهر طبيعي للمعدة، ناكل عيش عشان ما يبقاش بناكل حاجة فيها أملاح كتير من غير ما ندخل فيه عيش، الطحينة بتكسر حديقته. كمان الرنجة من الحاجات اللذيذة جدا وحاجة مدخنة وبرضو فيها نوع من أنواع البروتينات. المهم ناكلها صح، ناكل خضار كتير جدا جدا النهاردة، بصل، خيار، بنجر، نشرب عصير ليمون بالنعناع يبقى فريش، نحاول ان احنا نشرب، بلاش بقى قهوة بعد الفسيخ، بلاش زبادي، بلاش منتجات الألبان كلها، خلاص. النهاردة عاملين سلطة التونة، هنحشيها كده في بان كيك بطريقه لطيفه جدا. عندنا كمان سلطه جندوفلي، في كمان رنجه بالبابا غنوج عاملاها بطريقه حلوه قوي ولذيذه. عندنا ايه تاني النهارده؟ البسريه المقليه، انا كنت جايبه بسريه كده صراحه حطاها في الفريزر لان هي موجوده بس في اسكندريه، فكنت جايباها وحطاها في الفريزر، والنهارده هنقليها ان شاء الله ايه تطلع حلوه. بنجيبها تتصفى خالص في المصفى، نشطفها كده شطفه بسيطه، نسيبها على الاقل ساعه او ساعه ونص تتصفى خالص خالص من الميه، وبنتبلها بدقيق وممكن اي نوع من انواع البهارات اللي موجوده في السوق. يلا بينا نبدا. اول حاجه نعمل الجندوفلي، خلاص هنسلقه بس سلقه الاول بسيطه. طيب احط له ميه مغليه واحط معاه كرفس وتوم وبهارات عشان يطلع لي جندوفلي طعمه حلو ولذيذ قبل ما نعمل له الدريسنج بتاعه. بس ايه، انا شطفته بس احب ايه اشطفه شطفه كمان، لو في اي رمال او اتربه كده تتشال على طول. بصوا مع اني شطفاه كذا مره بس برضو ايه نزل كده شويه، هحط عليه ليمون وخل وحبه ميه تاني قبل ما احطه في الايه كده. ممكن نحط جزرايه، بصلايه، فصين توم، يعني بنتبله باي طريقه انتوا عايزينها عشان النكهه بتاعته تطلع حلو. ماشي، نجيب بقى الليمون والخل. وهحطه ايه مرة كمان. خلاص اعملوه كده زي ما انا عاملاه مع حبة ملح. كده اتاكدت انه نضيف عشان لما نحطه يتسلق
ما يبقاش في اي نوع من انواع الايه الزفاره. هحطه الاول هنا، هسيبه ايه يتصفى شويه من الميه بتاعته عشان ما ننزلهوش بشويه ميه من هنا اكننا بقى ما عملناش حاجه. ريحته حلوه قوي، شايفين؟ بطريقه سهله وبسيطه غسلناه كده عشان نتاكد بس انه ايه ما فيهوش اي زفاره. مشكله السمك اي حاجه على فكره لو ما اتنضفتش كويس قوي هتبوظ لي الطبخه كلها، فنتعب شويه في الاول عشان في الاخر الطعم يبقى حلو. طيب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنحط على الميه المغليه فصين ثوم عشان يدينا نكهه حلوه، حبه ملح وممكن مكعب مرقه كمان، كمون، بابريكا ده برضو هنستخدمه في الدريسنج بس انا عايزه احطه كده، حبه ايه كاري، حته كده من الفلفلايه، وبما ان هنا في بصل هستلف كده شويه احطهم هنا، وممكن كمان ايه طماطميه وجزرايه كمان مش هيقولوا لا. خلاص اول ما الميه تغلي هبتدي اسقط الجندوفلي، بيقعد تقريبا 7 دقايق بالكتير قوي. طيب تعالوا بقى نعمل خلطه التونه بتاعتنا النهارده اللي هحشي بيها البانكيك. عايزه اقول لكم لذيذه وحلوه، والخلطه دي بقى ممكن نحشي بيها البانكيك، ممكن نحشي بيها ساندوتشات، نعمل كده ميني ساندوتش النهارده. شايفين الاشباجيت بتاع امبارح اللي انا كنت عاملاه محمصاه نحطه عليه هيبقى لطيف قوي. التونه اهي اهو، اول حاجه معاها عصير الليمون على طول كده كده على طول اهو، بيديها نكهه حلوه قوي. وبعدين الفلفل اللذيذ ده وده كمان اهو، والبصلايه نقلب كويس جدا جدا، نرش رشة ملح بسيطة. ليه؟ عشان كده ولا كده احنا هناكل الاكل ده جنب الفسيخ والرنج، فمش عايزة ايه بقى حادق قوي. هحط بقى ايه معلقة المايونيز كده، بصراحة هتلكك ودوقه اشوفه طعمه عامل ازاي. الريحة خطيرة بجد، خطيرة خطيرة يعني. زي الخلطة دي بالظبط، ممكن من غير المايونيز نحطه في الجلاش او سبرينج رولز. لذيذة قوي وفيها مزازة كده حلوة قوي قوي كمان. اهي بقت جاهزة كده، يلا بينا نسيبها كده على جنب. هجيب بقى بولة حلوة كده اجيب فيها زيت زيتون او زيت عادي، احط البصل هنا، هحط فيها بقى زيت الزيتون مع عصير الليمون، حبه الخل، والبهارات بقى دي اللي هي ايه كاري، كمون، بابريكا، بما ان في فلفل هنا هحط شويه فلفل حامي من ده ومن ده، بقدونس، بقدونس او شبت او كزبره خضر، نقلب كويس قوي. وهفرم الثوم بس ايه ترجعوا في الفصل تلاقيني فرمان احسن. احط ده لو احتجت بقى ايه شايفين لذيذ ازاي اهو. طيب قبل بقى ما اطلع فاصل هسقط الجندوفلي عشان هنرجع من الفاصل هيكون استوى ان شاء الله، يلا بينا. برضو وانا بنزله هصفيه كده من الميه عشان ما يبقاش فيه اي رواسب. الايه
بس كده خلاص، هسيبه بقى يستوي براحته خالص. نطلع فاصل، وقبل ما نطلع فاصل زي ما متعودين كل يوم معاكم الارصاد الجويه لكل محافظات مصر، يلا بينا. رجعنا تاني بعد الفاصل. بصوا الجندفلي هسيبه شويه كمان اهو، هو خلاص قرب. بصوا لقيته فتح كده، نعرف خلاص ان هو ايه بقى تمام. تمام. وطبعا الشوربه دي بتبقى حلوه قوي، يعني ما ترموهاش، حطوها كده في كوبايات صغيره شبه كده شوربه الجمبري اللي بنعملها في الكوبايه. طب هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ ده الدريسنج بتاع الجندفلي، خليه كده على جنب. عندنا بقى البسارية، البسارية دي صغننة وفي الغالب ما بتبقاش موجودة في القاهرة، هي دايما موجودة في المناطق الساحلية اهي. هي دي مجمدة، طبعا الفريش بتبقى حلوة جدا. في هنا دقيق، هحط عليه كمون ماشي، وحبة ملح وفلفل اسود، وممكن اي بهارات عندنا، بهارات سمك، البهارات اللي بتبقى جاهزة دي تتبيلتها اللي بنعمل بيها الفراخ البانيه تخلي طعمها حلو قوي. هنعفرها كده بالدقيق كلها ونسقطها والزيت سخن جدا، وما نطلعهاش غير وهي مقرمشه، بنسيبها شويه لحد ما تقرمش خالص. هلخبط كده الدقيق وابتدي احطه كده. بصوا زي الجمبري بالظبط اهو، بس كده. اول ما الزيت يغلي جدا زي ما قلت هبتدي ايه، خلي الزيت هنا عشان اخلي ده هنا. طيب قبل ما يعمل التونه بس فاضل لها حبه بصل، وهوريكم البانكيك اللي انا عاملاه، عاملاه سواريه كده صغير ولذيذ هيعجبكم قوي. عجينه البانكيك العاديه خالص، مش هقعد بقى اعملها وضيع وقت، هي عجينه البانكيك العاديه دي ولبن وبيض وملح وفلفل اسود، ورشيت كمان كمونه عشان في تونه. الفرق بس ان احنا هنا بنزود الدقيق وبتبقى اتخن شويه من الكريب. هحط بس حبة البصل الأحمر بيديله طعم لذيذ ومميز جدا. أجيب معلقة كده، تعالوا أوريكم بنحشيه ازاي، لذيذ وسهل. بصوا أهو كده، ما نملاش الحشو قوي عشان لسه هتتغطى عشان ما تبصش الحاجة منها. لا ليه، هتشوفي تبقى لذيذة قوي. حاضر، عشان خاطرك هعمل شوية مش مضغطيه. هو لا بتقولي بلاش تغطيها، هو كده احلى. حاضر، من نفسه. شايف حلويات كده قدامه. نعمل واحدة كمان كده ونبص على الجندفلي عشان ايه ريحته ظهرت. بس قبل ما نبص عليه انا حاسة برضو ان الزيت ايه بقى سخن.
نسيبه لحد ما يقرمش خالص. عايزه اقول لكم في اوميجا 3 البساريه دي خطيره، مفيده جدا جدا جدا، واول مره نعملها سوا مع بعض. طيب الجندوفلي خلاص بقى جاهز، والشوربه دي طبعا لا غنى عنها، هنحطها كده في كوبايات صغيره على السفره، نقول عليها ويلكم درينك النهارده. عشان كده انا ظبطتها وغسلت الجندوفلي كويس قوي، لان انا محتاجه الشوربه دي. الشوربه دي كمان اللي النهارده اللي هيعمله سمك ممكن نستخدمها لرز السمك، هتديله طعم لذيذ قوي. يعني بقول لكم شويه افكار كده، فاضل بس عارفين ايه فص التومه اللي هنفرمه عشان ما ننساهوش. الريحه فظيعه بالدريسنج ده كده بقى. نكمل ده كده ممكن بعد الفاصل، اوريلكوا الفكره. هجيب فصين الثوم وافرمهم فرم ناعم خالص عشان نكهته ايه تظهر. بصوا بقى الجمال، الله الله الله. ندوق واحدة كده مع بعض، الحاجات دي بتبقى مغرية جدا على السفرة ولذيذة كده وسهلة في الأكل، سواء الجندوفلي أو حلو قوي، أو البسارية وسبايسي كده شوية. يلا نحطه في طبق التقديم كده على طول. الله الله. طيب نقفل بقى البانكيك، نشوف كل واحدة على مقاسها التانية. ممكن نحط طماطم تشاري، يعني فكرت حتى فيها دلوقتي، نحط اي نوع خضار كده فوق البتاع. شايفين لذيذة ازاي؟ النهاردة عاملة حركات كده للأكل، انا عارفة ان انتوا هتتبسطوا وهتحسوا ان انتوا ممكن تجربوها، لان كلها حاجات موجودة عندنا النهاردة في المطبخ. يعني مش عاملة اختراعات، هو الاختراعات في طريقة التقديم والخلطة اللي عملتها، لكن المكونات كلها من المطبخ. طب لو مفيش تونة في رنجة، نعمل نفس الخلطة دي بالرنجة ونحط عليها طحينة لو مش عايزين مايونيز. يعني انا مش بحب الرنجة قوي بالمايونيز، ممكن نحط عليها طحينة. الباقي بقى هعملهم ايه مفتوحين عشان يبقوا طريقة تقديم تانية. ده كده ايه قفلنا
وقبل ما نطلع فاصل نبص بصة سريعة على البسارية اللي فين، اللي هنا دي، نشوف اخبارها ايه. لا لسه شوية، بصوا حاسبها كده شوية. خلاص يلا بينا نطلع فاصل نرجع تاني، خليكم معانا. رجعنا تاني بعد الفاصل. عملنا ايه النهارده؟ عملنا سلطه الجندفلي الحلوه دي، سخنه او ساقعه على فكره، ممكن تاكلوها سخنه وممكن تاكلوها ساقعه، الاثنين طعمهم حلو قوي. بصوا عليها كده. وعملنا كمان جنبيها البان كيك بحشوه التونه، عملناه مقفل وعملنا شويه كده مفتح لو انتم مش عايزينه يبقى مقفول، بس هو المقفول بيبقى شبه الساندوتش والاطفال هتحبه قوي. خلاص طيب، وعملنا ايه تاني بقى؟ عملنا البساريه اللي هي بتتقلي اهي دلوقتي على البوتاجاز، وان شاء الله تطلع خطيره. استنوا تعالوا ندوق اللي استوت دي. هو في العاده بياكلوها كده بالراس بتاعتها، بس انا بصراحه ما بحبش، باكلها كده من غير الراس. بس انا شفت كل الناس تاكلها بالراس كده ونغمسها بطحينه باي نوع من انواع السلطات. مقرمشه وجميله قوي، نرش عليها كده شويه كمون في الاخر هتبقى لذيذه قوي. طيب تعالوا بقى نقدم حبه كده من شوربه الجندوفلي كده للي حابب يشربها، طعمها لذيذ. بس خلي بالكوا دي سبايسي سنه عشان الفلفل اللي انا حطيته ده. الله طعمها حلو قوي البساريه قوي. خد واحده كمان. هي بس دي عشان مجمده كمان، انا عقبال ما حطيتها في الفريزر حطاها بقالي اسبوع. كل ما تبقى فريش الاسكندرانيه، عارفين او مش اسكندريه بس الناس حتى الاسماعيلاويه البورسعيديه، كل ما تبقى فريش بتبقى مقرمشه اكتر بكتير. اهو الويلكم درينك بتاعنا النهارده، شوربه الجندوفلي اللذيذه قوي اهو. حاضر كده تمام، يلا بينا. طيب عندنا ايه دلوقتي؟ ممكن نشيل دلوقتي بقيه التونه. عندنا دلوقتي وفكروني بس بالبساريه كده دقيقتين ولا حاجه اشيل. هنعمل النهارده رنجه بابا غنوج. عباره عن ايه بقى؟ عاملين فيها شويه خلطات كده لذيذه قوي، يمكن الرنجه فيها مش كتير على قد ما الخضار اللي انا حطاه فيها كتير. عندنا بتنجان اهو، هنفصصه دلوقتي ونقطعه، وكله هيتقطع كده بالسكينه. وده يترمي؟ لا طبعا، صوص البتنجان ده انا بموت فيه، هنحطه كده. اهم حاجه بس نشيل البذر عشان ما يمررش البتنجان بتاعي. هقول لكم على المقادير دلوقتي. بتنجان مشوي، فلفل الوان مشوي، كله في الفرن. يعني جبت البتنجانيه حطيتها في الفرن مع حبه زيت ورشه ملح، وممكن ما نحطش الملح بما ان هنعمله مع رنجه، بس هنا الرنجه قليله قوي على الخضار. عملنا نفس الكلام كله مع بعضه، الفلفل المشوي وعملناه كتير مع حبه زيت وايه وتوم وبتنجان، كله في الفرن، كله بيتشوي بسرعه. البتنجان بس يمكن ايه ياخد وقت اكتر شويه من الفلفل. كده بس نجيب السكينة، كله بقى مع بعضه، الثوم المشوي
الفلفل المشوي، نشيل بس الدريسنج كده، نحطه كده ونحط الفلفل. نفضل بقى نفرم فيه كده لحد ما ما يتهري خالص معانا بس كده ولا كده. انا محتاجة يبقى يعني باين شوية، مش هفرمه فرم ناعم، لا انا هفرمه فرم خشن. نحط الفلفلاية حمرة وخضرة من السبايسي ونحط الباقي كده. كده بقى ايه جاهز، ريحته خطيرة يعني، مش حلوة حلاوة عادية، لا خطيرة. طيب هجيب بقى الرنجة الحلوة دي في نفس المكان برضو، مش هفرمها قوي يعني، اهو مع بطروخة اهو ناعمة كله كده طبعا ما فيهاش شوك. طحينة طبعا، عصير ليمون كمان مع الطحينة. كمون، بقدونس، والجلافز ده بقى خلاص لازم يتغير عشان وانا ايه بجيب بقى الزيت والليمون. زيت زيتون طبعا، ممكن نحط اي نوع زيت انتوا عايزين، ليمون، انا عايزه اشيل البسريه دي خلاص، بتقولي شيليني اهي، فظيعه تجنن، كريسبي وكرانشي وحلوه حلاوه. بص 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 الجمال، عايزه ازقزه دي. مغريه قوي. نقلب بقى دي تقليبه حلوه كده واحطها في الطبق، دي تتاكل دافيه او بارده برضو حلوه قوي يعني، في الحالتين لطيفه جدا. طبق التقديم بتاعنا الحلو ده، بصوا من دي رنجايه واحده على فكره، رنجايه واحده بس اللي عملنا فيها الحاجات دي. يلا بينا نطلع فاصل، نطلع فاصل بقى نرجع هنقدم وصفاتنا النهارده. عملنا بانكيك التونه، بابا غنوج الرنجه، سلطه الجندوفلي الخطيره، السردين اللي كنا مخللينه هنفتحه وان شاء الله كده ما يكسفناش ويبقى تخلل، وعندنا حاجه تانية فاضل بس نقدم سلاش الليمون. في حاجه تانية نقدمها ولا خلصنا كده النهارده؟ ماشي نطلع فاصل نرجع نشوف هنعمل ايه تاني، خليكم معايا.
رجعنا بعد الفاصل بقى. عملنا النهارده حاجات لطيفه جدا ولذيذه جدا، البساريه المقليه، بانكيك محشي تونه، وكمان بابا غنوج بالرنجه، عملنا كمان جندوفلي لطيف قوي، السردين ان شاء الله خلص وتحفه. وهنعمل دلوقتي حاجه الاطفال بتموت فيها، الجيلي. انتوا عارفين الجيلي، بس المره دي مش هنقدمه كجيلي، هنقدمه كمشروب. انا حاطه هنا جايبه جيلي تفاح اخضر، جيلي اناناس، جيلي كانتالوب، جيلي فراوله، جيلي مشمش، اي بقى من الالوان الجيلي اللي انتوا بتحبوها. لو احنا بالذات النهارده جايلنا ناس كتير اهو، حطاهم اهم في الكوبايات زي ما انتوا شايفين اهو، وهبتدي احط عليهم مياه غازيه بيضه. الوان 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 حلوه قوي من الجيلي. المياه الغازيه البيضه مع نكهه الجيلي بيدوا طعم لذيذ قوي. وهنا جايبه جليتر، قلت ادلع المشروب بتاعي. اهو طبعا الجليتر ده بيبقى صالح للاكل والشرب ولاي حاجه، وبيدي منظر حلو قوي للعصير. هنا بس الاناناس عايز يزيد شويه بس كده، خلاص. تعالوا بقى نحطهم على السفره بتاعتنا. الله الله، طعمه حلو قوي، جربوه هتتبسطوا بيه قوي. ندوق الفراوله. طيب لذيذ جدا. بصوا حاطين على السفره كده الوان، الوان الربيع كلها حلوه ولذيذه وفكرتها مختلفه، وهتتبسطوا بيها قوي. انا مبسوطه جدا بحلقه النهارده. ممكن نعمل احمر تاني، نعمل واحده حمراء كده قدامكم قبل ما اقول لكم باي باي. جيلي، جليتر، تلج عشان يبقى ساقع وجميل كده وحلو. نعمل ايه؟ خضره، واحده خضره. الاخضر لونه لذيذ وطعم قوي، التفاح الاخضر ده مزازه بقى ولذيذ قوي. نحطها على السفرة. فاضل لون كمان، نعمل الأورانج. يلا، عشان حالا المخرج هيقول لي يلا حالا، صح ولا ايه؟ شو لوحدي اهو. يلا بينا، يلا مدلعين كل النهارده اخر دلع. السفره كلها الوان ومدلعه جدا. يا رب تكونوا اتبسطتوا بحلقه النهارده زي ما انا مبسوطه بيكم كده على طول، واشوفكم ان شاء الله على خير بكره. الاسبوع ده مكملين بواقي الرنجه والفسيخ والتونه والحركات بتاعتنا. كسان طيبين ان شاء الله النهارده، سواء احنا عازمين او معزومين او حتى هناكل كده عيله صغيره مع بعضينا، تبقى عيد سعيد علينا كلنا، مليان حب وفرحه وبهجه، ونتبسط باي حاجه حتى لو حاجه بسيطه صغيره قد كده. نلبس حاجه ملونه النهارده، ناخد شاور كده ونحط ميك اب للستات بالذات والبنات، ونلبس حاجه ملونه حتى لو ما فيش حد جاي لنا النهارده، نحط ورد على ترابيزه السفره، نحط ورد في مدخل البيت، نبخر البيت ونحط له برفيوم كده حلو. نتبسط النهارده، يوم حلو. اليوم ده اتعمل عشان نبقى مبسوطين، وبنقول احنا لسه عايشين والحياه لسه قدامنا، وندعي كتير ان ربنا يفرجها على كل الناس ويفرحنا يا رب كده من القلب. كل سنه وانتم طيبين، عيد سعيد عليك يا رب، عيد شم النسيم حلو علينا كلنا. اشوفكم ان شاء الله بكره في حلقه جديده. باي باي.